اجتماع على أعلى مستوى عقد أمس بالكيان الصهيوني ضم أجهزة مخابراته والاستخبارات الفرنسية والمغربية. جدول أعماله: البحث في سبل زعزعة الاستقرار في الجزائر. هناك تسريبات تتعلق بالجزائر. يجري الحديث عن ملف ضخم تسرب عن المخابرات الأمريكية مرتبط بالجزائر. قدرات كبيرة وثروة خام تدفع اقتصاد الجزائر للعب مع الكبار. مرحبا أصدقائي، فيديو جديد معكم صابر من فلسطين. مهما حاولتم استهداف الجزائر فستفشلون في كل مرة، فالجزائر حماها الله دولة كبرى، شاء من شاء وأبى من أبى، حب من حب وكره من كره. الجزائر عصية عليكم، الجزائر كبيرة عليكم، الجزائر ستبقى هي الكبرى عسكريا واقتصاديا وسيكون لها شأن استراتيجي. فالجزائر دولة بحجم قارة، ودولة بحجم قارة لن تسقط بمثل هذه المؤامرات. بتمنى منكم دعم هذه الحلقة وتفجيرها فضلا وليس أمرا من خلال اللايك والمشاركة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وعلشان نوصل لكل العالم مدى قوة الجزائر، ونوصل انه جزائر العروبة هي فخر الأمة الإسلامية. ما بدي اطول عليكم، خلينا نسمع ونشوف هذا التقرير عن التسريبات والمؤامرات المحاكاة ضد الدولة العظمى قارة الجزائر. يكون هناك تسريبات تتعلق بالجزائر. اجتماع على أعلى مستوى عقد أمس بالكيان الصهيوني ضم أجهزة مخابراته والاستخبارات الفرنسية والمغربية. جدول أعماله: البحث في سبل زعزعة الاستقرار في الجزائر. معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة لجريدة الخبر. الاجتماع الذي كان ممثلاً في 5 مسؤولين رفيعين و12 مسؤولا من الاستخبارات المغربية كان يهدف إلى خلق الفوضى في 4 ولايات جزائرية، من أبرزها الجزائر العاصمة، وهران، وتيزي وزو، وبجاية. سبق للجزائر وأن اكتشفت عبر فطنة أجهزتها الأمنية محاولات عديدة متتالية لزعزعة الأمن والاستقرار وخلق بؤر فوضى وتوتر عبر مختلف الوسائل والوسائط. الرئيس تبون كشف في اللقاء الصحفي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية شهر فيفر الماضي أن الجزائر تتعرض كل 5 سنوات تقريبا لمحاولات زعزعة استقرارها، وهو الأمر الذي تقف له بالمرصاد. الرئيس تبون أكد أن الجزائر مستهدفة من كافة الجوانب لأنها دولة لا تقبل الانبطاح، وتلك الأطراف ليس باستطاعتها المواجهة المباشرة، وهي تعمل تحت غطاء منظمة غير حكومية. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق الأول السعيد شنقريحة كشف بدوره في زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الخامسة عن إحباط محاولات كافة المناورات التي تستهدف نشر الفوضى بين صفوف الشعب الواحد وضرب أركان دولته الوطنية خدمة لأجندات مشبوهة ومرامي مغرضة. وذلكم دليل قاطع آخر على تماسك شعبنا وتفطنه الدائم لمكائد هؤلاء الأعداء المتربصين. We'll be right back.
الجزائر تعتبر أكبر بلد في أفريقيا، فهي مع الكبار بحكم قوتها العسكرية والاقتصادية وقدراتها الكبيرة التي تجعلها في مقدمة الدول. خلينا نشوف هذا التقرير عن قوة اقتصاد الجزائر وبماذا تتميز هذه الدولة العظمى، فهي دولة بحجم قارة. خلينا نشوف هذا التقرير. افتخر أنت جزائري، واتمنى منكم دعمكم من خلال اللايك والمشاركة والاشتراك. الجزائر أكبر بلد في إفريقيا، ثروات معدنية هائلة، ثالث بلد في العالم يملك أكبر احتياطات الأتربة والمعادن النادرة بمعدل 20%، يورانيوم، كاديوم، أسكانديوم والليثيوم معادن نادرة تحتاجها أعرق الدول ويتزايد الطلب عليها عبر العالم، تدخل في معظم الصناعات وقيمتها ملايين الدولارات، قدرات كبيرة وثروة خام تدفع اقتصاد الجزائر للعب مع الكبار. الأتربة والمعادن النادرة كنز ثمين تنام عليه الجزائر. الخيرات اللي عندنا في البلاد سي طيب، نوسون براتيكمون احنا في الدرجة الثالثة أو الرابعة في المواد النادرة أو ماتيار دو تيرار كي فال ميو كولور، نوسون تروازيام و كاتريام دو الموند. عندنا دي ديامون، عندنا دو لور، عندنا دو اليورانيوم، عندنا دو تنكستان، عندنا دو كادميوم، عندنا دو كويفر، ريان ايت اكسبلوتي. قار الجزائر بثروات هائلة غير مستغلة مثل الأتربة والمعادن النادرة التي تحتل فيها المرتبة الثالثة عالميا، يمكن أن تساعد على تنويع مصادر الدخل العام وتضاعف حظوظ الجزائر في التخلي تدريجيا عن التبعية لقطاع المحروقات. تستخدم المعادن النادرة في أحدث الوسائل التكنولوجية وتحديدا في صناعة الإلكترونيات مثل الهواتف، فمثلا هاتف الآيفون يحوي 8 من المعادن النادرة، كما تستخدم أيضا في صناعة السيارات الكهربائية والتجهيزات المتطورة والأسلحة التي تعمل بالليزر. تمثل تجارة الأتربة النادرة نحو 1.5 مليار دولار، والملاحظ أن المعادن موجودة في جل الدول، ولكن عمليات التكرير والتحويل تتواجد بالخصوص في الصين. يعد التراب الجزائري مجال لم يتم بعد استغلال معادنه، وتشير المعطيات الأولى المتوفرة من الوسائل الوطنية والأجنبية بأن الجنوب الجزائري يحتوي على كنز لا يفنى وثروة معتبرة، إذ يتواجد على أرضه مخزون معتبر من المعادن النادرة. وفي هذا الصدد أشارت تقديرات مكتب البحوث الجيولوجية والمعدنية التابع للوكالة الإفريقية للإعلام الاقتصادي والمالي أن الجزائر تملك 20% من الاحتياطات العالمية للأتربة النادرة. وعهدنا واجب من الوفاء، يهزنا يهزنا عزنا في دعواتكم بأن يحفظ الله دولة الجزائر، دعواتكم بأن يحفظ الله شعبها وجيشها وحكومتها، دعواتكم لهذا البلد الذي قدم الكثير للأمة الإسلامية والأمة العربية. فالجزائر فخر العرب بجيشها كيف لا، وهي دولة المليون ونصف المليون شهيد، وهي دولة الشهداء الأقرب منا جميعا والذي يفتخر فيه كل مسلم على وجه الأرض. في نهاية هذا الفيديو بحب أتشكركم كثير على المتابعة، كل التحية والتقدير لكم جميعا، ونذكر بدعواتكم لأهلنا في فلسطين ودعواتكم لأهلنا في الجزائر، ونقول دوما اللهم احفظ بلاد المسلمين، وتحيا الجزائر وعاشت فلسطين عربية حرة. تحياتي لكم، كان معكم أخوكم صابر كلاب
من فلسطين. سلام.